امبارح كنت بكلمكم ازاي اللاعب اللي مش موجود في قائمه منتخب مصر عليه دور كبير جدا، خاصه لو كان ممكن يبقى قريب من منتخب مصر. عليه دور ازاي؟ انه يدعم زمايله، انه يساند زمايله، انه يشجع زمايله، ما يقولش انا كنت استحق او ما استحقش، انا كان المفروض ابقى موجود في المنتخب. ما اللي هيطلع يقول انا كنت استحق ده معناه ان هو بيضرب مباشره في زميله اللي في المنتخب، فبيأثر عليه نفسيا ومعنويا. انت دلوقتي كلاعب موجود ولاعب كبير ولاعب رائع، لازم تساند وتشجع اي لاعب يخش في قائمه منتخب مصر حتى لو من جواك حسيت انك كنت تستحق. ده اللي عمله بالظبط الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحه والحارس الرائع لسموحه والحارس الرائع في الدوري المصري منذ سنوات طويله. كابتن هاني صباح الخير، مشرف ومنور. صباح العسل كابتن كريم، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ زي الفل. انا عجبني جدا اللي انت كتبته على الفيسبوك بصراحه، عجبني جدا عشان هو جاي من حارس كبير وحارس رائع وحارس كان ممكن يبقى ليه اي دور في منتخب مصر سواء دلوقتي او قبل كده، ورغم كده تدعم وتساند دون حتى تلميح ان انت حاسس بالظلم او حاسس ان انت كنت تستحق تخش المنتخب. الحمد لله. اول حاجه طبعا بدعم لان ده منتخب بلدي، اللي موجودين دول في المنتخب دول زمايلي. المنتخب دلوقتي في وقت اكبر من هاني واكبر من اي لعيب. المفروض دلوقتي مصر كلها تتكلم ان شاء الله مصر توصل كاس عالم، مش مين انضم ومين ما انضمش. ده كل اللي المفروض يشغل للناس دلوقتي. انا الحمد لله كنت مركز جدا عشان انضم للمنتخب، لكن خلاص هو ده نصيب وربنا مش كاتب لي ان انا انضم. افضل اكافح زي ما انا بكافح ان انا الفتره اللي جايه ابقى موجود بردك. انا مش ههمد ولا هقل من تمريني ولا اي حاجه. بالعكس، يعني عدم انضمامي اكيد في حاجه غلط، اكيد في حاجه غلط عندي مش عند حد، اكيد في حاجه غلط عندي، اكيد في حاجه ناقصاني. الفتره الجايه انا ان شاء الله باذن الله ادوس عليها واشتغل بشكل كويس. حته بقى ان انا الروح دي اللي انا عملته ده مش ميز، ده حقيقي اللي جوايا، ان انا نفسي ان مصر تروح كاس عالم، لان اولا واخيرا ده منتخب بلدي. والتصفيات دي اصلا انا يعتبر شاركت فيها، يعني انا شاركت، يعني كنت موجود في معسكر ماتش انجولا وجابون تصفيات كاس العالم. فدي حاجه برضك هتتحسب لي، صح، ان المنتخب وصل كاس عالم وانا كنت موجود في التصفيات اللي كانت مؤهله لكاس العالم. فدي الحمد لله حاجه ما تقللش مني خالص. انا بدعم كل اللعيبه والجهاز الفني، ويا رب كل المنتخب يوصل كاس عالم. ده الاهم بقى من ان هاني ينضم وما ما ينضمش. فالحمد لله الواحد مبسوط وراضي باللي ربنا كاتبه لي. فالحمد لله ربنا شايل لي حاجه كويسه. والله بص، المناسبه او يعني الرد الطبيعي في الكلام اللي انت قلته ده الله يفتح عليك، والله العظيم يعني الكلام فعلا عظيم جدا، ويا ريت يبقى نموذج لكل اللاعبين اللي موجودين في مصر، وبصراحه كلهم رجاله وكلهم مميزين. طيب عايز اسمع منك حاجه لمحمد الشناوي ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي اللي ان شاء الله يشرفونا في حراسه مرمى منتخب مصر في مباراتي السنغال. الثلاثه حراس كبار، يعني حضرتك شفت محمد الشناوي في بطوله افريقيا وكان عامل بطوله عامله ازاي؟ واحد من اهم الاسباب ان احنا نوصل للماتشات اللي بدأها يلعب محمد ابو جبل. يعني الشناوي لو تشوف الماتشات اللي لعبها لغايه ما اتصاب، هو يعتبر بنسبه كبيره كان شايل المنتخب هو وباقي زمايله. لا هو فعليا كان افضل حارس في دور المجموعات باختيارات الكاف، يعني افضل حارس. الله ينور عليك. يعني كان عامل بطوله هايله بصراحه. صحيح. الاصابه طبعا عادته بقيه الماتشات، لكن شفت ظهر حارس كبير تاني اسمه محمد ابو جبل، حارس كبير فعلا. الحارس الكبير والحارس المحترم والحارس اللي تعرف ان ده حارس منتخب مصر وشخصيه اللي يظهر في الاوقات دي. ابو جبل عنده الشخصيه دي، ان هو في الضغط العصبي وبطوله افريقيا والعالم كله بيتفرج عليها، وان هو يظهر بالشكل ده، لا تعرف ان ده حارس كبير فعلا. صح. محمد صبحي لعب برضه، يعني محمد صبحي نزل ماتش المغرب ولا في دماغه، يعني جول ما حسيتش ان انت ان في جول خرج وفي جول دخل. انا عن نفسي ما حسيتهاش. انا ممكن كجول فحاسس ان ممكن ابقى حاسس ان الجول اللي واقف ده ممكن يبقى لانسن متاخد، وضع طبيعي ممكن يبقى متاخد، بس احنا ما حسيناش. فده دليل ان الثلاث حراس، لا هم ثلاث حراس جادرين ان هم ينضموا للمنتخب وان هم لازم يبقوا موجودين. عظمه والله، عظمه كلامك. طيب عايز اسالك على مروان حمدي زميلك في سموحه اللي موجود في قائمه منتخب مصر مره اخرى في تصفيات كاس العالم،
رايك ايه في اختيار مروان حمدي؟ اتكلمت مع مروان يستاهل. حمدي دعمت مروان حمدي، سندت مروان حمدي قبل ما يروح المعسكر. مروان يستاهل، مروان من ساعه ما جه نادي سموحه وهو عامل موسم استثنائي. طبعا معانا مدرب كبير جدا كابتن احمد سامي، ده واحد من افضل المدربين اللي انا لعبت معاهم. صح، ده في طريقه لعب وفي اسلوب وفي التزام وفي كل حاجه بصراحه. صحيح، قدر يطلع كل حاجه كويسه عند مروان، ومش مروان لوحده على فكره. في كذا لعيب في الفرقه عندنا، مش عايز اقول الفرقه كلها، لكن في كذا لعيب في الفرقه عندنا الكابتن احمد سامي قدر يغير الشخصيه بتاعتهم، وقدر يوصل لهم طريقه لعب كويسه تطلع كل حاجه عندهم. بامثله كتير بقى، يعني كل اللعيبه اللي كانت بتيجي سموحه من السنه اللي فاتت واللي قبليها مع كابتن احمد سامي، بتلاحظ ان مصطفى فتحي راح منتخب مصر من عندنا، فتوح راح من عندنا، كان بيروح من الزمالك بس راح من عندنا، ناصر ماهر راح من عندنا، مروان حمدي، حسين فيصل، كناريا، انا، فانت بتدور ان مش شغل لعيبه بس، لا ده شغل مدرب وصل اللعيب ان هو يطلع كل اللي عنده ويظهر بالشكل ده. طيب، مروان عامل موسم استثنائي بصراحه. طيب، وفرق معانا بشكل كبير جدا. ما هو ده اللي خليني اسالك بقى، انت راجل بتلعب مع مروان حمدي في التدريب، في الملعب، في المباريات، ايه اللي بيميز مروان حمدي ويخلي دايما مدرب المنتخب يختار مروان حمدي عن اي مهاجم اخر؟ مروان محطة هايلة، تحرك كتير، مروان عنده حتة الاستلام تحت ضغط دي كويسة جدا، المراوغة كويسة جدا، رجله كويسة على الجون، لا عنده صفات كويسة جدا توديه منتخب مصر. يعني مروان يعتبر من اللعيبة الأقوية، الفراودة الأقوية، إن يهدلك أي ديفنس، بيتحرك كتير، شويت على الجون زي ما بقول لك، سريع، بيعرف يستلم تحت ضغط كويس جدا. يعني ممكن تديله، يعني أنا احنا عندنا طريقة لعب، مش عايز بس اقول حاجات احنا ممكن نقولها في الاوضة في المحاضرة، يعني حاجة من طريقة اللعب ان العب على مروان. ليه العب على مروان؟ يعني كابتن احمد سامي كان يقول لي اي كرة طويلة العب على مروان. مروان محطة كويسة جدا، سواء في الكرة العالية بيعرف يستلم، سواء كرة على الارض بيعرف يستلم تحت ضغط، حتى لو عليه واحد واثنين بيعرف يتصرف. فدي حاجة في الفيرود، حاجة كويسة ان الكرة ما بتتقطعش منه. صح، وينقل الفرقة، ينقل الفرقة بشكل كويس. بالظبط، ما هو طالما انت بتاع فيرود بيعرف يستلم كويس تحت ضغط، الفرقة اكيد هتتنقل، غير الفراودة اللي بتستلم تبقى هجمة مرتدة عليك، دي بتحصل مشكلة. صح، بالتأكيد. طيب، انت بقى كمشجع دلوقتي من بره وداعم لمنتخب مصر، تصورك ايه لمباراة القاهرة ان شاء الله، مباراة الذهاب بإذن الله، شكلنا هيبقى عامل ازاي؟ هنعمل ايه في المباراة ديت؟ قول لي احساسك كمان يعني. احساسي والله هنكسب، والله العظيم احساسي هنكسب، بس انا عايز، انا عشان انا مطمن كمشجع وكنفسي المنتخب ده يكسب، عشان اطمن لازم نكسب 2-0 يا رب. لان 1-0 مع فرقه زي دي وانت رايح لها برضك، الامور هيبقى فيها برضك شده وبتاع، لان احنا ممكن هم في ملعبهم برضك يسجلوا، فاحنا عايزين هنا يا رب نكسب بس 2 عشان نبقى رايحين على قد ما نقدر نبقى مطمنين. تعرف يا كابتن، احساسي اتفضل. انا احساسي والله احساسي ان احنا هنكسب هنا ان شاء الله 2-0 باذن الله. يا رب يا رب. بس انا مش هيجي فينا اجوان باذن الله، مش هيجي فينا اجوان. ما كنت لسه اقول لك بقى، انت عارف انا نفسي قبل ال 2-0 ان احنا ما يخش فينا اهداف. ايوه يعني، دي اهم حاجه، ما يخشش جون هنا في ملعبنا ان شاء الله. دي اهم من الاثنين. صح، انك ما يخشش اي جون، ما يخشش ان شاء الله. لعيبتنا لعيبه رجاله، والجمهور ده هيبقى موجود داعم بشكل قوي جدا، فان شاء الله باذن الله حتى ناخده بطارنا اللي حصل في 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 نهائي بطوله افريقيا، ده هيبقى دافع قوي جدا للعيبه كمان، فان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا الخير، وان احنا ان شاء الله نوصل كاس عالم ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن هاني سليمان، حارس مرمى نادي سموحه ومنتخبنا الوطني الاسبق، لاعب كبير، لاعب مهذب، لاعب رائع، لاعب هو ده اللي احنا عايزينه بالمناسبه، يعني بالمناسبه الموضوع مش طار ولا حاجه، يعني طار كلمه كبيره عن على ماتش زي ده. ان شاء الله نعمل قدام السنغال مباراه كبيره ومحترمه، وبكل روح رياضيه باذن الله نفوز بهذه المواجهه. ان شاء الله ربنا يكرمنا باداء رجولي واداء رائع من كل اللاعبين، نعمل اداء محترم ونتيجه محترمه، ويا رب يا رب توقع الكابتن الكبير كابتن هاني سليمان يبقى صح، ونفوز 2-0 على السنغال في مباراه القاهره. لو ده حصل من بعدها ان شاء الله هقول لك باذن الله هنبقى في كاس العالم.